وردة، هذه الطقطوقة اللي اخترتوها لليوم وتوصلنا للحداش وفي 12 دقيقة. مرحبا بكم في الساعة الثانية من موج تصبيح، نكونوا معاكم حتى النص نهار باش نحكيو. حاضر لهنا بحذنا ضيف على مغامرة حلوة برشا برشا، مغامرة نجم نقولوا مهبولة شوية، قام بها شاب من نابل اسمه مختار غرس اللوي، حب يعمل مغامرة ويدور بعض البلدان في المغرب العربي وحده هكاكا في كسر للحدود ما بين الدول الموجودة في المغرب العربي. لكن في المغامرة هذه جاتوا برشا مفاجآت وصارت له برشا حكايات وتم حتى احتجاز المدة وتحيرنا عليه لهنا في نابل ديجا، لكن الحمد لله رجع لتونس لباس باش يحكينا شوية على المغامرة هذه. مختار مرحبا بك. مرحبا بك أكثر على السلامة. مرسي بوكو على الاستضافة. الحمد لله على سلامتك الساعة. الله يسلمك عايشك. محليها تونس ومحليها. أكيد أكيد أول ما رجعت بوسط ترابها مش بالسهل. دونك مختار، أنت شو المغامرة هذه يعملها كان واحد مهبول بالمغامرات، حب يعمل حاجة ما مش سهل إنك باش تتعدى الحدود، تمشي وحدك تدور تشوف تكتشف عباد جدد، ناس جدد، قوانين جدد ديجا ما بين الحدود ما بين البلدان هذوما. هيت نبدأ ونحكي وساعة على الفكرة هذه، كيفاش جيتك وشنو حبيت توصل بالموضوع هذية بالمغامرة هذي؟ بون قبل كل شيء هي معناها إذا كان مش نحكي على روحي وبيان مش نحكي معناها حتى على أصحابي والناس اللي مغرومة معناها بالدومين هذيك سواء معناها لي زافونتوري لي روندونور لي كامبور، يعني ناس فريمون تحب تعيش، تحب يعني الحرية، تحب تتنقل من بلاد لبلاد، تحب تعرف بلادها أكثر. والظاهرة هذه والكولتور هذه معناها ولات منتشرة ديرنييرمون، معناها مونافي انت واحدة من الناس تي بريفير با باش انك تمشي لوتيل، تي بريفير انك تمشي معناها كيما نقولوا نحنا معناها الفوري و بيان مونتاني بور فير ان كومبينغ، معناها تخرج من يعني من الستريس اللي ولينا عايشين فيه يعني. فهمتني؟ بالنسبة للمغامرة يعني بحكم كنت في جولة في الجنوب التونسي، ايوا مشيت يعني قصر غيلان، مشيت التوزر، مشيت الزمور، مطمطة، تمزرات، يعني بعد جولة بعد ما كملت تونس كلها حبيت تعدى الحدود التونسية. بحكم كان فوقي الباسبور متاعي. أيوة. قلت علاش لا ما ندخلش للجزائر، عندي 100 دينار تونسية فوقك. فوقي كي خرجت من تونس هذا، كي خرجت من تونس كي تصرفها فوق 6 يوليو 700 دينار جزائرية، مونافي 700 دينار جزائرية في الجزائر ما يعملوا حتى شيء. مي سيتان تشالنج، سيتان تشالنج. بعد جات الفكرة انه نتعدى الجزائر، الجزائر موريتانيا، موريتانيا المروك، من المروك نطلع قمة جبل طبقال واللي هي يعني اعلى قمة في الجبال الاطلس في المغرب العربي. ايوه. ومن غادي فول تونس. طيب هي بالكلام سهلة. بالكلام سهلة. ما ثمش ما أسهل منها معناها. وبالنسبة كل 100 دينار عاد. وش وين باش يقضي وش باش يعملوا كل 100 دينار. فوالا. خرجت من تونس. في الجزائر الأمور كيفاش مشيت؟ بون بحكم هو سي با أن لوا، مي كيما نقولوا عملوه معناها اجتهاد في لي بوست فرونتيير. هو أنك بحكم عمرك أقل من 35 عام. أيوا. لازمك اوتوريزاسيون من بوك ولا امك بارونتال. بارونتال لوتوريزاسيون كانت موجوده. ايوا بيان سور مي كانت في بالها مكبر قلبها يعني كيما نقولوا نحنا من الاول لقيت بروبليم صغير. سي تان بيتي كاستيونير، وين ماشي، اش عندك تعمل، علاش ما تعدي حاجات كيما هكا. ايوا شو انتو غيست خارج نحوس هذا عادي. تعدي دخلت للجزائر. دخلت للجزائر يا با ان بروبليم بي بت ليلتها في البوست فرونتيير، خاطر دخلت في الليل انا يعني بون مش الليل معها زون 7 متاع العشيه الدنيا ظلام شويه معها. فهمني صباح قمت توكلت على ربي بديتها واتسوف. أيوة. واللي هي تبعد 75 كيلومتر على يعني على البوست فرونتيير. بلي كيفاش تتنقل معناها بلي ستوب باغ اوتو ستوب. باغ ستوب. حتى لو بروبليم كو لي الجزائريان سور لي فرونتيير تلقاهم سون تري كوميرسون، يعني عندهم كيما نقولوا نحن لي كلوندستان، العباد كيما نقولوا مش تاكسي كرهبه.
ما عندوش خدمه ولا حاجه يخرج يدور بالكهرباء نتاعو يوصل العباد اوتوماتيكمون عادي يعني كيما نقولوا نحن يخدم في النوار ولا اي اما بالمقابل بيان سور من الاول خاطر ما تنساش اللي انا دخلت من السود ناس السود كيما نقولوا نحن ناس شويه معناها متخوفين متزمتين متخوفين وكيف يشوفوك بالسكادو نتاعك ويشوفوا الهيئه أي. اللي انت عليها يزيدوا يخافوا اكثر بيان سور اي عادي بيان سور باز راهو اجنبي وتهز اجنبي في الجزائر معناها ممكن يعمل له بروبليم ولا حاجه كيما هكا شو نجم يصير لوحده فوالا بالك شي عنده حاجه سافا با هذوما عباد كل نعذرهم حتى في تونس نقول عنده حاجه عايشين الارهاب كيفنا دونك حتى كي يشوفوا عبد يخاف يقول لك فوالا وصلت لواد سوف قابلت ناس حاوزت فيها وديما انا في مخي يعني في الافونتور نتاعي اني نقطع اكثر ديستانس اكثر مسافه يعني فهمتني وصلت لواد سوف من بعد ما فما شكون استقبلني وضيفني عن فتحي نحب نحييه من هنا ايوه تزيري هذا تزيري من واد سوف بعد يعني طلب مني باش اني نبقى مي خيرت اني نكمل يعني فهمتني حطني يعني على في اخر واتسوف أيوة. ومن غادي معناها ستوب البسكره أيوة. خاطر مش تجيب السود السود عريض برشا راهو فهمتني يعني ممكن تقعد اكثر وقت وممكن تلقى صعوبات كما لقيتها انا في واتسوف يعني فهمتني ستوب بسكره بت في بسكرة ويعني واليوم الثالث كملت يعني باتنا فريمون الحاجة اللي نتفكرها معناها أكثر حاجة نجم نتفكرها في باتنا هو أنهم ناس كي شافوني معناها علاش خاطر أنا صحيح نمشي باغ ستوب معناها المسافات الطويلة مي ديما جو بريفير أني سنتر فيل نشقو أبي فهمتني مهما كان وعندهم لي سنتر فيل معناها كبار 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 برشا راهو الجزائر بحكم كبيره نجم نسميها قاره معناها باش تتعدى من ولايه لولايه كانك تعديت من دوله لدوله يعني فهمتني ايوه في بيتنا يعني فريمون كان نجم نسميه استقبال خاطر العباد كل تزمر بكرهبها والعباد الكل تحيي فيها لدرجه انه يجيوني العباد معناها مش واحد مش اثنين مش خمسه اللي معناها يقترح عليا باش اني معناها يضيفني ولا يوكلني حاجه وحاجات كيما هكا يعني فريمون ناس في زاكيون جوست خاطر كي يشوفوك يعرفوني تونسي خاطر دراب وكان ولا كنت لابس درابو يعني في الساكادو نتاعي ريت محليهم اي يعني فريمون وبيتنا راهم شاويه فهمني يعني فريمون ناس الله يبارك يعني كيما نقولوا نحن في الجزائر نشوفوهم ناس صعاب مي سون تري 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 زاكيون كيما احنا جماعه الجنوب معناها نشوفوهم ناس نضيد اما هما كرامي وناس والله اسمع بالنسبه للحاجه هذه سي فري انه معناها اهل الجنوب فريمون يعطيهم الصحه ناس كرامة على الاخر مي بارتو راهو في تونس عندنا راهو الكرم يعني حتى بحكم الكولتور اللي ولات منتشره هذه نتاع لي غوندوني ولي كومبينغ وكل شيء تتعرف اكثر على ناس لدرجه انك يعني تتعرف على اهل الجنوب لجوغ اللي يجيوك انت معناها في نابل ولا في سوسه ولا في تونس وتستقبلهم يعني معناها من يعني من ناحيه الكرم زاد يعني فهمتني بيه كملت في الجزائر ظهر لي وصلت معناها الجزائر تعديتها من الجنوب للشمال فوالا طلعت النور قعدت نمشي على الكوت يعني بيتنا جيجل بجاية بجاية تيزي وزو تيزي وزو يعني ألجي وفريمون أكثر بلاصة ممكن حضروني منها الجزائرية اللي هي يعني جزائر العاصمة وحضروني من ثلاثة بلايس اللي هما الحرش وواد وشايح وباش جراح واللي أول ما خلطت نلقى روحي في قلب البلايس هذوما فهمتني خاطرهم بلايس كيما نقول بلايس اختيرة شوية وفيهم يعني الكريمينال وحاجات كيما هكا مي فريمون الناس يا محلاهم ناس متعايشين يعني ويحبوا يعني الضيف وكرماء على الاخر وبالمناسبه نحب نحيي يعني صاحبي حسين هطال اللي هو يعني يجمعنا نفس الغرام واللي هو اصيل المنطقه هذه يعني فهمتني بعد الجزائر ديريكسيون وهران بتيتر وهران هي اكثر بلاصه يعني درت فيها
نحيي زاد صديقتي منال الوهرانية اللي حوست بي وهران من الشرق للغرب للجنوب للشمال، يعني ما خلتش بلاصة ما هزتنيش ليها وما عرفتش يعني ببلادها، يعني عملت مغامرة حلوة تعرفت على برشا عبيد. فوالا وهران بالشار تندوف وحتى اللي خلط التندوف معناها الأمور توفا بيان اكسيتيرا. مي تندوف هذه طونك يعني كيما نقولوا منطقة حدودية، هي ولاية حدودية، ولاية كبيرة برشا، وتنجم تقول يعني كبر تونس الكل يعني. فهمتني؟ أول ما تخلط تلقى ان بو لي بروبليم يعني، فهمتني؟ مش دي بروبليم يعني كيما نقولوا مش يوقفك الدرك، مش يعلم عليك، مش تمشي انت معناها كيما نقولوا الكوميساريا، تعمل ديكلاراسيون على اجراءات امنيه، اجراءات اداريه بي. اكثر يعني بي. فهمتني؟ و سافا وكملت الجزائر سافا. بعد كانت الوجهه موريتانيا. دونك لهنا ظهر لي اللي صار الاشكال معناها اون برينسيپ كان في تندوف. بقيت يعني برسك الكات جوغ وانا نلوج على شكون اللي مش يهزني للزويرات، اللي هي اول ولاية تعرضك في موريتانيا واللي تبعد على المعبر الحدودي 850 كيلومتر ومن الزويرات يعني فما ترى اللي هو أبطأ قطار في العالم اللي يهز عليه الحديد من الزويرات لنواذيبو، فهمني؟ يعني يبقى برسك 20 ساعة وهو يمشي معناها المسافة هذه. طلعت فيه؟ لا ما طلعتش فيه، ما وصلتلوش، تمنيت نطلع فيه. ما فماش البروبليم، ما فماش العباد ترانسبور خاطر ما فماش قدران يعني على طول المسافة هذه، ما فماش من بابيس يتعديوا بالحدود به. العبيد ما لهنا حاولت اني ندخل يعني كما نقولوا حبيت نمشي للاتحادية. الاتحادية هذه كما نقولوا نحن محطة نقل تهز من تندوف الموريتانيا. هي ما هيش في تندوف، هي كما نقولوا نحن في الرابوني. الرابوني هذا مخيم اللاجئين الصحراويين البوليزاريو في يعني في تندوف. ما لقيت حتى حل، مشيت برسك 15 كيلومتر ابي في الصحراء حتى اللي وصلت للرابوني. معناها صحراء معناها الصحراء، صحراء فيها حتى حد، ثم حد شيء. فوالا برسك هبطت ديريكت اقوى قلب فهمني. بون سيتي بيان باسي. ساعات يعرضوك عباد يعني ما يفهموكش اش تحكي، ممسيت تعلمت شويه اللهجه الجزائريه خاطر عندهم التوارق، عندهم الصحراويين يحكيوا معناها لهجه اخرى، اللهجه الموريتانيه اللي هي الحسنيه، يقولوا اللي الحسنيه هي اقرب لغه للغه العربيه، لكن شوفها بعيده تمام البعد على بالك. فاش تفهمت معاهم؟ فيهم يحكيوا فيهم اللي يحكيوا بالعربي، فيهم كي نحكي شويه معناها تزيري يفهموني يعني. فهمتني؟ في الاتحاديه نفس الشيء، ما لقيتش يعني كيما نقولوا نحن شكون مش يهزني. مي غاديك لقيت شكون اللي مش يهزني البوست فرونتيير. مشيت البوست فرونتيير تزيريه لا ميم شوز، سون تري اكويون، ان بتي كاستيونير وكل شيء، وين ماشي موريتانيا واش تعمل وكل شيء، افونتوري وحواس وسافا، راهو سي ان بو دونجورو يعني يعطيك، راهو يعني فرانشمون دي يا با ان بروبليم، جوست ان نوصل بوست فرونتيير تاع موريتانيا من غادي كنشوف شكون اللي وصلني. كاشيت في باسبوري، خرجت من الجزائر دخلت موريتانيا. نهارتها كان عيد الشرطه نتاع الموريتانيين، قلت باز هذوما باش يفرحوا بيا بيان بالعكس ونهاري. فوالا نهار هذاك ابارامون حبوا على المهبه فهمتني بحكم عيد الشرطه. صاروا هما في العيادي. فوالا عندهم المهبه كيفنا يعني فهمتني. وين تمشي تخلص الباسبور يقعد عندهم. نورمالمون عندي 5 اورو هذه نخلصها يعني في البوست فرونتيير، اللي هي تلقاها حتى كي تدخل ويكيبيديا، يعني كي تجي تدخل موريتانيا تخلص 5 اورو ميم سي بالكاشي، سي با اون فيزا راه فهمتني. لهنا صار 100 دينار وينهم؟ نعم كل 100 دينار وينهم؟ ال100 دينار تصرفت على اخر مليم في تندوف، دونك في الجزائر.
بون باش نحكيو كيفاش صرفناهم حبت اننا هنا الغدوه الصباح نتصرفوا اي توا احنا خاطر شفنا وقتها على الباج فيسبوك اللي انت هبطت معناها صارت نوع من الاحتجاز معناها هذه في البلاصه هذه بالضبط معناها في الحدود لا في, في في موريتانيا كما قلت لك حبوا ياخذوا من عندي فلوس فهمتني ابسط الاشياء باش نجم تتعدى كيما الرشوه مش نقولوا مش باش نجم نتعدى يعني باش يسهلوا لك الاجراءات امور قانونيه ولا مش قانونيه لازم تخلص ما فيهاش سلك فوالا يعني كيما نقولوا نحن وحتى في الصرف يعني يجي بروبوز عليك نصرف لك خاطر 100 دينار وفات ولا عندي 100 اورو لهنا فهمتني 100 اورو كنت مخليها الاغلبيه للمغرب يعني باش نصرفها في المغرب ونروح تونس دفعت ولا ما دفعتش بون صرف لي اوقيا وما نكذبش عليك دفعت تلزيت باش نجم تتعد كان جيت في وسط بلاد نجم نتصرف مي خليها مخلي معناها فهمتني أيوة. شنو تنجم تعمل بتاتر كان تمشي العارف ويطلب عليك اكثر وهذاك اللي صار باش نبقى يعني في البوست فرونتيير نستنى شكون يتعدى يهزني للزويرات كيما نقولوا نحن طلبوا عليا معناها زاده فلوس واللي هي يعني انتردي انه يطلب عليك فلوس خاطر ماهيش قانونيه فهمتني ولاو لهنا بعد ما خذوا عليا فلوس بروبوزاو عليا انهم يهزوني لبلاصه يعني في الصحراء تبعد 20 كيلومتر حاجه كيما هكا غاديك يتعداو يعني الكراهب يدخلوا من المعبر الصحراوي يهزوني معاهم دو جور في الصحراء يا غيان حاولت نحرك شويه الاسباب نمشي شويه نلقى شي يعني بلاصه اخرى لا ميم شوز يعني وحدك كيكه معناها وانا يعني وحدي جوست بارفو نشوف كراهب هكايا صحراويين يتعداو يقعدوا في بلاصه يسميها الحماده معناها جوست باش يقعدوا يتيو معناها يشربوا تاي ولا حاجه كيما هكا وليت لهنا قررت باش اني نرجع وقت اللي رجعت تليفون طايح شارج باور بانك طايح شارج يعني تا اوكين ايدي تقعد جوست تمشي هكاك واللي هو معناها برينسيپ خاطر دون توليكا كو سوا انا ولا حتى كاتيجوري من اصحابي ولا عباد اخرى ما يمنوش بال يعني كيما نقولوا باللي فرونتيير بالحدود يعني فهمتني خاطر نصوم ان غرون مغرب وحاجات كيما هكا فهمتني قررت اني نرجع فهمتني نعاود نخرج من موريتانيا وندخل يعني للجزائر وبتدخل البلان بي نتاعي كان اني نمشي لتمرست ومن بعد تمرست جانيت نروح لتونس لهنا مشيت يعني دي كيلومتر ما كنت نجم نحسبهم خاطر تليفون طايح شارج وكل شيء مي اول براج نتاع ميليتير شفته مشيت له صار كيما نقولوا نحن هلع كبير عليه خاطر هو سي سي لا فرونتيير اون بليس دو سا لا فرونتيير تعرف لا فرونتيير ديما لا ماجوريتي تبدا زون ميليتير فهمتني لهنا كيما نقولوا نحن وليت شوف واحد بالساك نتاعو ولا بالساك نتاعو اش معناها العباد فوالا العباد كل داخله بالكراهب هذا داخل لابياج داخل يعمل لهنا فهمتني وقفوني من بعيد جبت الباسبور نتاعي هكايا ومن بعد قالوا لي قدم فريمون يعطيهم الف صحه فرحوا بي حبوا يعاونوني لو ماكس كلموا يعني الشيف نتاعهم الشيف نتاعهم جا قال لي رانا مش نعاونوك مش نهزوك البوست فرونتيير تاع موريتانيا وهذا ما كان من موريتانيا معناها دونك من موريتانيا نولي نكاشي باسبوري ندخل الجزائر الجزائر يعني نكمل بلان بي نتاعي فهمتني هزوني يعني للبوست فرونتيير فوالا فوالا طولت شويه زاد انا هزوني يعني البوست فرونتيير و ولهنا صار لو بروبليم كانه لا بوليس تاع شرطه الحدود الموريتانيه قال ما يتعداش من هنا فهمتني ما يتعداش من هنا خاطر نورمالمون يجينا من غادي ما يجيناش من هنا ولاو هزوني يعني التندوف سلموني للدرك والدرك هزني يعني البروكيور البروكيور لهنا بدون يعني اخذ بعين الاعتبار تحكمت يعني 6 mois و 20000 دينار سورسي جست مختار نعطيو بوب صغيره ونرجع داكور 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 بوب صغيره نرجع
الصباح موجة الصباح على راديو ميد. مرحبا بك مختار غرسلاوي، شاب تونسي من نابل. دونك المغامره اللي قام بها، حاول يتعدى او يكسر الحدود ما بين دول المغرب، بعض دول المغرب العربي. دونك وين وصلنا مختار؟ وصلنا للبوليس فرونتيير، انهم ما خلاونيش نتعدى. بعد ولاو رجعوني، يعني كما قلت لك البروكيور لهنا بدون اخذ بعين الاعتبار 6 mois sursis et 20 000 dinars, يعني غير نافذة. بعد هزوني البوليساريا. البوليساريا هذه وين يعني مش تم الإجراءات الإدارية لترحيلي، فهمتني؟ بحكم اعتبروني كلاندستان، بحكم زادة ما فماش قانون اللي يحميني في الحالة هذه، يعني فهمتني؟ فوالا، على اساس في بالي جوست اجراء اداري مش يدوم 24 ساعه، وبعد يرجعوك لتونس، ومن بعد يعني يسيبوني يعطوني ورقه نروح تونس عادي اوتوماتيكمون، وبيان يرجعوني للبوست فرونتيير وين مش نكاشي باسبوري ونروح على روحي. لهنا بقيت محتجز 4 جور، ماكله فريمون سافا با، لدرجه اني ما عادش في وعي، لدرجه اني معناها دخت، حتى معناها نقص حاله صحيه، معناها ولا حاله صحيه سافا با. كنا في vraiment la police غاديك sont très 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 gentils، يعني يعاونوك وحاجات كيما هكا، لدرجه انهم يجيبوا لك حتى ماكله من جيوبهم معناها ويقفوا معاك ويحكيوا معاك ويفدلكوا معاك vraiment يا محلاها. قداش قعد الاحتجاز هذا؟ الاحتجاز هذا دام 15 جور. اي بعد ما لك فيش نجمت 15 جور. هو ماهوش سيلون وبيان، ماهوش يعني جيست غرفة أمنية يحطوا فيها معناها العباد اللي في الحالة هذه. دونك اون با دي كريمينال، ما ثماش اتصال بالعائلة. بارفوا كنت ناخذ تليفون يعني من اذن من عند معناها اذن من عند لوفيسي. داكوغ، فوالا، باش نجم نطمن، باش نجم نتكلم. كنت يعني كيما نقولوا نحن معناها سي اون شومبر 2 متر سور 2 متر. بعد 4 جور جابوا معناها دي زوتر افريكان، برسك اون اي معناها 11 بيرسون، تعرف لي افريكان سون غاباري اكسيتيرا، معناها من كاميرون، سينيغال، موريتانيا، مالي، نيجر، يعني فريمون تصور انت روحك 15 جور ما ترقدش، او ميم طون معناها طلبت باش اني ندوش 15 جور، يعني روحت بريس كل يوم ندوش معناها. مختار كيفاش خرجت من بعد من الحكايه ورجعت؟ من بعد يعني جاء قرار من عند الوالي الترحيلي، وتم ترحيلي يعني للبوست فرونتيير اللي دخلت منه من على حزوه طالب العربي واتسوف. رجعت وحدك معناها؟ لا لا لا، صار ترانسفير، صار ترانسفير مع لابوليس انهم يسلموني من بوست لبوست حتى اللي وصلت. بقيت اون سومان باش وصلت. باهي، اليوم السؤال اللي يطرح نفسه مختار، مستعد باش تعاود المغامره هذه؟ اكيد اكيد اكيد، حالت لي شاهيه. حالتك شاهيه؟ شنو حالت شاهيه؟ سيت اون افونتور، سيت اون اكسبيريونس، مي لا بروشينمون ان شاء الله واحد يحاول ياخو حذره فوالا، ويخطط اكثر وينظم اكثر الحاجه باش ان شاء الله تكون بيان ايتود، معناها مدروسه بيان وسافا ان شاء الله. مختار، نحيي كل انسان فريمون وقف معايا، كسوا معناها اصحاب احباب لهنا، فريمون تعرف قيمه بلادك، تعرف قيمه نابل وعزها، تولي تستيحش الحاجات اللي معناها تحبهم في البلاد هذه، يعني فهمتني؟ والحمد لله، الحمد لله على سلامتك. لاباس، الله يسلمك، يعيشك، وميرسي على الاستضافه. يعيشك، الاستضافه، ميرسي بوكو. ان شاء الله المره الجايه زاد في المغامره نكونوا احنا متابعينك زاد في الحكايه، ان شاء الله يوصل. علاش تكون اول تونسي تكسر الحدود الكل ما بين دول المغرب العربي؟ ان شاء الله يا رب، المغرب العربي وان شاء الله العالم الكل ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه مختار، ميرسي على الحضور، بارك الله فيك. يعيشك، عايشك. دونك راجعين للموسيقى، استنوا بعد شويه كالعاده فيكم.